مساكم الله بالخير اخواني المتابعين، الله يعطيكم العافية. انا ضبطت اغراضي، تيتهم وحطيت كل شيء بالشنط والامور تمام والدنيا جاهزة. حاليا راح نغادر من دبي الشارقة ودبي باتجاه مدينة ابو ظبي ان شاء الله. راح نتوكل على الله. نتوجه الى ابو ظبي بداية المسير. طبعا اليوم يعتبر اول يوم نمشي او نسافر بالدراجة. طول الفترة اللي فاتت كنا قاعدين في دبي، تجولنا شوي وتعرفنا على مناطق جديدة في دبي الجميلة الحمد لله، والحين احنا جاهزين للرحيل. يلا خلنا نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحين يا شباب خلاص أموري كلها جاهز إني أقضب الخط، تمام؟ بس الجو الله يستر منه، جو يخوف. تعال خليني أوريكم الجو دقيقة، خليني أقلب. وين هذا؟ وين طق الشاشة مرتين يقلب؟ شنو خونتوا فيني؟ هذه ما انا اصور لك هذا الجو. الله يستر. ما يطق علينا مطر على الطريق. راح نطلع الحين من هنا الى ابو ظبي. كان عندي بعض الشغلات الصغيره خلصناها. Good evening ladies and gentlemen. نرحب بكم على متن طائرتنا اجراندايزر المتجهة بإذن الله تعالى إلى مدينة أبو ظبي. نحن نحلق الآن على ارتفاع 1 متر من سطح دبي، ودرجة حرارة تشير إلى 24 درجة سيلسي. الجو قائم، حالة الرياح شديدة. مدة الرحلة سوف تستغرق 1 ساعة و20 دقيقة. الوصول المتوقع إلى مدينة أبو ظبي في 7:30 مساء. أتمنى لكم أسعد الأوقات ومشاهد ممتعة. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية يا شباب. احنا الحين على طريق الشيخ زايد في مدينة دبي، والمسير حاليا باتجاه مدينة ابو ظبي. اليوم الهواء شاد، هواء شديد شديد ما شاء الله، ما ادري بنخفض قاعد نمر عليه، ما ادري شو الموضوع بالضبط، لكن الهواء شديد والسماء مثل ما انتم شايفين غيم. السماء ما ادري راح تمطر ولا ما تمطر. الله يستر لا تمطر علينا واحنا بالطريق. كلش مو وقته، مو جاهز للمطر. طبعا انا عدتي واغراضي المطرية موجودة، لكن الفكرة انك تعال تضبط امورك في حال سقوط الامطار، ونحن مستعدون لها. بس ان شاء الله ان شاء الله نوصل بالسلامة ويكون المطر تالي. هذه الاجواء رياح شديدة، ما ادري هل راح تكون ممطرة او لا. قعدنا في مدينة دبي، استمتعنا صراحة في الايام اللي طافت،
مدينة دبي مدينة عالمية جميلة، وما شاء الله الناس من جميع أنحاء العالم يزورون هذه المدينة لما فيها من تنمية وتطور عمراني وثقافي ومن كل شيء. يعني أنا ما أدري شنو أقول لكم، الطرق، النظافة، الخدمة، ما شاء الله كل شيء مرتب وحسب الأصول. الله يعطيهم العافية ويبين أن القائمين على المدينة أنهم كفوا. هذا التنظيم ما هو سهل، هذا التنظيم يدل على أن هناك ناس تشتغل. واحد مطايق أنه راح يغادر هذه المدينة وده يقعد أكثر، لكن ظروف الحياة تجبر الواحد أنه يسوي ما يكره، عدل؟ ونفس الوقت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، ونعم بالله. في شغلة صارت معاي، عندي مفارقة عجيبة بسولف لكم إياها. تذكرون سالفتي مالت المطعم اللي يوم اتعشى وجيت بدفع ما لقيت بوكي؟ وصراحة وقتها يعني ما كان في وسيلة دفع، والسكن كان في الشارجة، يعني كنت بعيد، يعني حتى ما كان لي نية اني ارجع وارد له مرة ثانية حق المطعم. كلمت المسؤول، قلت له يا معود شوف لي، يا معود بالكويتي باللغة العربية الفصحى شنو؟ يا الطيب ايها الفاضل شوف لي طريقة شلون اني ممكن اسدد لك حسابك. شو هذا القطار ما شاء الله، قطار بين المباني الجميلة، شيء رائع. فقلت له شوف لي طريقة اني انا اسدد لك. صراحة محفظتي ما هي معي، وانا ما عندي طريقة اني اسدد لك الا عن طريق الاونلاين. اذا تحب ارسل لي شيء وانا اسدد. اكتشفت انه ما عندهم طريقة دفع بالاونلاين، مع انه ما شاء الله المطعم مكانه زين وهاي كلاس، مفروض هذه الوسيلة تكون موجودة. فقابلت شخص، انا صراحة ما يهمني شنو جنسيته، انا ما اكترث للجنسيات، انا عامل الانسان كما هو، ما يهمني من وين، من اي بلد، من اي وطن، المعاملة تكون بإنسانية. شاهدت هذا الشخص، اعتقد انه من لبناني، اسمه حسين. شرحت له الموضوع، قلت له انا موضوعي كذا كذا كذا، ما ادري شلون اسدد لك. كان يقول لي خلاص الدنيا للحين بخير يا اخي، توكل على الله وهذه تحصل، ومتى ما قدرت تعال سدد. فصراحة البادرة جدا جميلة، يعني انا حسيت بالراحة وحسيت بالطمئنان وحسيت ان الدنيا للحين بخير، وفي ناس ممكن تثق بالاخرين وهذا شيء جميل. فتشكرت منه وقلت له ان شاء الله لي عودة عندك باكر. قال لي حياك الله ونكسب شوفتك. فالموقف هذا كلموني عليه ناس، قالوا لي يا معود هذا ممكن يكون مطلع فلوس، مطلع كذا ومسوي كذا. لا يا اخوان، ما يصير نتكلم بهالطريقة، حتى لو كان الشخص هذا سوى ما نون وما يعلمون، لكن بادرة الخير لما الانسان يقوم فيها ما يصير نشكك فيه، بالعكس لازم نشكره ونحث الآخرين على الاقتداء بهذا السلوك، خاصة في الزمن هذا، الزمن اللي فيه الثقة معدومة يا أخي، الثقة معدومة في هذا الزمن. فمن النادر تلقى الناس
تتعاون وتتساعد. نفس اليوم هذا خلنا أكمل لكم موضوع. نفس اليوم توجهت إلى البيت. أنا أحب أشرب النسكافيه هذا اللي يصير بكياس، طبعا مضر، لكني أنا حبيت أشرب منه ذاك اليوم. أنا دائما يكون عندي كم كيس أستخدمه. فتوجهت في أكثر من سوبر ماركت عندي جنب السكن. رحت للسوبر ماركت، قلت له الله يعطيك العافية الكيس كم مال النسكافيه؟ قال لي درهم ونص. قلت له خلاص عطني 2 كيس ومتبقي من المبلغ عندي درهم وربع. قلت له ممكن تعطيني الكيس الثالث بالدرهم وربع هذه اللي عندي، ناقصني ربع درهم. كان يقول لي لا انا اسف، كمل فلوسك واخذ الكيس نسكافيه. يا اخوان الموضوع كان على ربع درهم، ربع درهم الريال رفض يعطيني كيس النسكافيه. انا طبعا ما قاعد اتكلم عن اهتمامي بالكيس، لا انا ما كنت مهتم، لكن المفارقه العجيبه اللي انا شعرت فيها ان شخص كان اليوم بيني وبين حساب وقدره تقريبا كان 170-180 درهم، قال لي روح وما يملك اي شيء علي. والشخص الثاني انا ساكن جنبه ويعرف وين ساكن، ربع درهم قال لي انا اسف ما اعطيك اياه. فهذا الشيء حصل معي نفس اليوم، كانت مفارقة عجيبة للأمانة، مفارقة عجيبة. عموما الله لا يكثر من صاحب البقالة والله يزيد من راعي المطعم. انا خسرني كزبون في اكثر من بقالة، حلفت اني هذا السوبر ماركت هذا ما ادخله بعد، مع اني انا مشتري جيد كان المفروض يكسبني في هذا الموضوع. وان شاء الله لي عودة الى صاحب المطعم مرة ومرتين وثلاث اذا الله احيانا وعطانا عمر. ووجه له تحية الاخ حسين، ان شاء الله راح يشاهد هذا الفيديو، ووجه له تحية على موقفه معي. الحين ان شاء الله نراكم في ابو ظبي، نحن بالاتجاه ان شاء الله. نشوفكم على خير في مدينة ابو ظبي. الحين نشوفكم ان شاء الله في مدينة ابو ظبي، وانا على فكرة عندي لكم مفاجأة في مدينة ابو ظبي، مفاجأة راح تشوفونها هناك. ايش رايكم؟ اقول لكم اياها مستعجلين ولا نخليها في الموقع؟ خلنا نوصل ابو ظبي ونصور هناك. انا الحين باقي لي تقريبا ربع ساعة، وقفت هني بريك خفيف، باقي لي ربع ساعة على ابو ظبي. الهواء صراحة شديد، هواء يعني عنيف، شارع حلو، الطريق حلو، كل شيء فيه استراحات وامور طيبة، بس الهواء عافس لك الدنيا عفاس. الله كريم، هذا كان البايخ في الموضوع. باقي ربع ساعة ونوصل. الله يعطيهم العافية، صدقوني وأنا قاعد هني أبد يعني، يعني واحد من ورا الشبك، شوفوا هني بيني وبين المحلات في شبك، يعني واحد قال لي الله يعطيك العافية محتاج شيء، تبي شيء، عندك شغلة؟ قلت والله ما قصرت. قال لي أنا متابعكم أنتم الرحالة، شغلكم طيب. قلت الله يحفظك. فقال لي تبي شيء غدا عشاء، ناقصك فلوس؟ والله ما قصروا صراحة. عقبها عقب دقيقتين ولا يجيني واحد ثاني قال لي ايش فيك الدراجة عطلانة شيء تبي نساعدك؟ والله ما قصروا يعني كلهم حلوين. شاطئ الراحة جزيرة ياس، هني جزيرة ياس، المبيت اليوم راح يكون في جزيرة ياس. هذا مبنى الكبير اعتقد شاب احمر هناك، اكيد عالم فراري، بس الحين بالليل
يبين، بس اعتقد انه عالم فراري. انا اول مرة احضر جزيرة ياس، يعني زاير انا ابو ظبي مرة من زمان، بس الحين اول مرة اروح ابو ظبي، وقررت اسكن في جزيرة ياس. بارك إن راديسون بلو كراون بلازا، كلهم جنب بعض لزق، فنادق كلها هذه جنب بعض. أنا أمامي كراون بلازا، كان واضح. يعني تقريبا كلهم نفس المستوى. ها؟ أنا وين دخلت زين الفندق؟ ظاهر من هنا. صف هني يم البايك هذا قدام باب الفندق، يعني بارك مضبوط ان شاء الله. وصلنا الحين ابو ظبي جزيرة ياس، الحمد لله على السلامة. خلنا احجز، سوي امور الحجز. ريسبشن هناك، خلصت من الحجز، حجزت الغرفة، هنتوجه الحين إلى مكان الغرفة، راح أصور لكم بالنهار المكان هذا، الحين بالليل تقريبا ما يبين شيء. المصاعد الحمام، عسكم الله، ان شاء الله الغرفة مرتبة. جام بلكونة بعد، يا الله نايس. ها زين، خوش قاعدة، هذا البحر. غرفة كونكتد، كونكتد طلع. ما هذا؟ تهني؟ شنو هذا؟ ها؟ جهان؟ حمود؟ حسون؟ وجنى؟ شلون كذي؟ شلون كذي؟ شابك انت؟ ابو الكلوب؟ هوني صفطت هني ويطلع بويه حمود وحسون وجنى وجوان.
جينا. شايفه؟ حسون عرفتوا هذا منو؟ حمود. نايس ها؟ مطاعم، حمام سباحة، هذا البحر.